الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله بخير، جعلكم بخير. طبعا بدون فلتر. عجيب اليوم أنت يا جمال عارف قاعد تتكلم علي وتشكك في ولائي وحبي للاتحاد. بصراحة ما توقعتها منك أنت بالذات. أي نادي يدعيني أنه أحضر له مباراة خارجية ويمثل الوطن أتشرف، ما بالك نادي أنا لعبت فيه، يعني طبيعي ومن الطبيعي أني أحضر. وبالنسبة للاتحاد وكذا أنا ما أنكر الاتحاد خيره علي طبعا بعد توفيق الله، وأنا اجتهدت وثابرت واشتغلت على نفسي عشان ألعب في الاتحاد، مو لأن أصير نجم بس، عشان ألعب في الاتحاد والاتحاد يشرفني وأتشرف في الاتحاد. أما أنت لا تدخل بينه وبين الجمهور ولا بينه وبين نادي الاتحاد رجاء، أنت بالذات، وأنت عارف ليه وأنا عارف أنت إيش بالضبط بالنسبة لك الاتحاد. أنا وما زلت أشجع الاتحاد، غيرك أنت تشجع أفراد. فنصيحة، أخرج من طريقي عشاني أنا عارفك كويس، عارفك كويس، عارف